بناء على قرار الهيئة الإدارية المرقمة 530 بمنح الشيخ سجاد سيد سيف الدين أحمد القادري الزنداري المولود بتاريخ 24/2/67 ميلاد والحامل من الجنسية البنغلاديشية رقم كذا درجة الدكتوراه الفخرية في الدعوة والإرشاد. تعتبر هذه الشهادة وثيقة محكمة علمية مع جميع حقوقها وامتيازاتها. حررت في بريطانيا بتاريخ 20/5/2023. بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسلمه الشهادة.